إذن مشاهدينا عدنا من جديد في أجمل صباح، صباح الاثنين، صباح عيد الفطر المبارك الذي ودعنا من خلاله شهر من أعظم الشهور، شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار. إذن مشاهدينا سنستضيف في هذه الجزئية ضيوف كانوا معنا خلال رمضان أو شاركونا في شهر رمضان، وأبدأ مع الفنانة أقول وابنة الفنان القدير محمد سليم الذي غنى الأغنية التاريخية الخالدة إخواني لا تنسوا الشهداء. معنا الفنانة عائشة سعيداني وهي ابنة فنان وكذلك أخت فنان دحماني. نعم، إذا سيد دحماني، و يعني خليني نقول على لسان الجمهور نسيبتي. نعم، إذا نقول لك صباح الخير وعيد سعيد، كل عام وأنت بخير. يعيشك الأخت أمينة، وصباح النور على الأمة الإسلامية وكفة العرب، فلسطين، خاوتنا، سوريا، كل العرب. صباح الخير، صباح الأنوار. إذا عائشة أيضا معنا ضيف متميز أقول، وأيضا نقدر نقول بأنه الفنان القدير من خلال أدواره المختلفة في كل مرة إلا ويمثل أو يؤدي دور إلا ويترك الأثر الذي لا يمحوه الزمن. لعل الدور الأبرز الذي قدمه هو شخصية الأب المتفهم في مسلسل بنت البلاد. أهلا وسهلا بك أستاذ أمير يلاس، خليني نقول الفنان والأستاذ لأنك أستاذ في المسرح الوطني، مسرح محي الدين بشتارزي. عبان رمضان. المسرح هو أب الفنون. هو أب الفنون. أهلا وسهلا بك. الله يسلمك. وصحة عيدك. الله يسلمك الأخت أمينة، صحة عيدك، عيدك مبروك، ونقول صحة عيد لكل الشعب الجزائري والأمة الإسلامية، ويعطيك الصحة على العرادة هذه اللي راني معك. ديجا مورفين جوز معك، وسيتان نونور اللي نكون معك. الله يعيشك. ونحن ايضا يعني انا شخصيا سعيدة بوجودك معنا اليوم، سنتحدث عن الكثير في هذه الجزئية. نعود نولي لك عائشة، انا قلت بانك من عائلة فنية، ربما هذا هو الشيء اللي الجمهور ما يعرفوش، بانك ابنة السيد محمد سليم الذي غنى أغنية وطنية خالدة اللي هي إخواني لا تنسوا الشهداء، وكذلك الأخ دحماني أيضا هو فنان وغنى أغنية لبسة المسجر. والمسجر هنا نقصد به المطروز أو يعني في نقش، يعني إحنا يعني معروفين بالأزياء التقليدية الجزائرية. أنت ابنة منطقة مليانة. احكي لنا على تقاليد منطقة مليانة من خلال الألبسة ومن خلال خلينا نقول الغنية، يعني لبس المسجر. لبس المسجر. نعم. أنا من منطقة مليانة. نعم. تقاليد أنا، إحنا معروفين بالحبل الملوك. نعم. مشهورة منطقة مليانة بحبل الملوك. نعم. من تقاليد الأكل راهو بخس كما لا كاسبا، كما يخدمون المقطفة. نعم. يديروا الشربة بالمقطفة نهار البرومي جوغ تاع رمضان. نعم. يديروا الكسكس ما عندهمش. والمقطفة هذه يخدموها في الدار يعني. نعم نعم، يخدموها باليد. نعم. معروفين تاني في بليدة يخدمون المقطفة. نعم. يعيطوا له مقارون ترك. كاين مقارون ترك اللي يطيب اون صوص بلونش، وكاين المقطفة اللي تجي في الشربة يديروها في الشربة. صحيح. فوالا احنا معروفين بهاد المقطفة في. نعم. مليانة. نعم. واللباس، لباس شامل كاع. لا، كلمة ديجا لبسة المسجر هي كلمة شعبية يعني عندها شعبية. عراقة. نعم، يعني ربما كاين قليل يفهم الكلمة المعنى. نعم. تاع المسجر. نعم. المسجر كاين الوهراني، كاين العنابي. نعم. الألبسة التقليدية الجزائرية الأصيلة حتى في الصحراء الملحفة، يعني في كل منطقة إلا وعندنا زي. نعم. زي أكيد أكيد. إذن سأعود إليك يا عائشة. أستاذنا أستاذ أمير، أنت من منطقة القبائل الكبرى، خلينا نقول ما هو الطبق المفضل عندك سواء من الحلويات ولا من هي الطبق المفضل؟ ماشي نقول لك المفضل، المفضل مسح بينا في العياد هي الطعام الكسكس. كسكس. نعم.
كما نقولوا مزيان بالخضره واللحم والحلويات. كما حنا يا بون المنطقه تاعنا يا منطقه مقلع، مقلع يعني نعم. مجمع انساريج نعم. نحيي الفاميليا ديالي نعم من هذا المنبر. يعني حنا موافقين كي نروحوا للبلاد، عندنا بزاف عندنا بزاف سوتو من نهار توفى خويا الله يرحمه ثاني كبير الله يرحمه يا رب الله يرحمه ما نشروهم، بصح حنا موالفين تماك كي نجوزوا العيد تماك في بلاد القبائل يجيبوا الخفاف، يجيبوا المطلوب، يجيبوا ثاني واسمو الاخر المسمن الله اون فامي قايتين الاخر فامي واسمو الحلويات من كل نوع نعم. يجوا عندنا واحد البلاصه تماك يقول لها الشيخ سحنون هذيك تما كيجيبوا يسولوا يصدقوا 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 يجيبوا يجوا 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 كاع في العيد ولا في كل المناسبات الدينية. يا شوفي ماشي بون يا لك احنا في منطقه قبائل كاين اللي شغل يكوتيزيو يكوتيزيو درام يديروا بها بزاف حوايج، مي الكثره كيما العاشوره كيما العيد الكبير كيما العيد الصغير هادو ما يديروا هادو ويجوا من كل جوايه نعم يجوا من كل جوايه. وكما نقولوا عندنا تانيك تسويق، كاين تسويق هذيا شغل يطموا دراهم تويزاله ماشي تويزاله تسويق تسويق تسويق, تسويق. تسويق هذيا نعم. واش يديروا شغل يشروا الفراد يذبحوهم ومن بعد يقسموا يقسموا اللحم نعم. يقسموا اللحم وهذاك اللحم هذاك يصدقوه لحب اصحاب المنطقه الله كاع المنطقه كاع يدوا الله كاع يدوا ديك المنطقه ما شاء الله ما شاء الله جميله شغل اللي عنده اللي ما عندوش شغل وما من ياكلوا التساوي ما بيننا التساوي شغل كاين اللي لاباس به هو اللي من الدراهم وكاع ويجيبوا يشروا الفراد زوج صافي واحد ما يكون ما ياكلش ولا كاع يصدقوا كاع كاع ومن بعد واش يقسموا يقسموا كاع كيف 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 شغل اللي يدير عندنا احنا عندنا واحد واحد البلاصه في 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 الجهه ديالنا واسمها يحطوا تالا يقول لها تالا هذه تالا هذه شو كان تماك يجي بوم قبل ما تنغلق الماء يهمروا المال تماك يجوا حاجه بالحميه يحطوا شو التقاليد تاع بكري شو كاين تماك تحطها كبيره يديروا تماك البلاستيك يفرشوه أيوة. ومن بعد المذبوحين يذبحوا ذبحوا كاع ومن بعد يجيبوا اللحم يقسموه الكبده واحد شو كاع يدوا في اللحم كاع يدوا الكبده واللحم والكوتلات كاع كاع كيف كيف يدوا كاع كيف كيف ما شاء الله شو كاع تقسمه وحده ويجوا من برا يجوا من تيزي وزو يجوا من لابانه تيراثين يجوا من بوغني يجوا من بجايه شغل كاع كاع اللي عندهم العائله تما كاع يجوا جميل جدا يعني ما شاء الله ما زلتوا محافظين على هذه العادات الى يومنا هذا مازال حتى هذا اللي يميز منطقه القبائل انها يعني دائما في مناطق طبعا المناطق الاخرى من الوطن يعني محافظين على العادات والتقاليد. طيب بصراحه استاذ امير الطبق المفضل لديك وشكون اللي داروا هذه المره انايس ولا لينا ولا الزوجه الكريمه ام الوالده لنوجه لها تحيه نعم. شوفي على كل حال من الاطباق اللي طيبها بون طيب الزوجه تاعي وبنتي ثاني بناتي قعدوا في الكوزينه مع يماهم ما شاء الله مي ماشي زعما بصح انا الكثر الكثر نفضل الماكله تاع يما انا تاع الام بون المراه طيب ماشي ما طيبش ما كاش كيما ما كاش طبق الام عندي الام ديالي اباك تدير الاطباق عندها اللمسه تاعها عندها لمسه عندها لمسه يعني دائما الغالبيه يقول لك ماكله الام ديالي يعني ولا غير ساعات في الدار نعم. شوف الطيب مواكل طيب ماكله باسكو انا من داك الام ديالي تجبد دي بلا ما شاء الله نوجه لها تحيه الله. من هذا المنبر اكيد ونقول لها صحه عيد وكل عام وهي بألف خير يا رب. انا البلا ديالي اللي نموت عليه نعم. هو بوزلوف بوزلوف هو البوزلوف. طيب ماذا عن الحلويات؟ الحلويات كنت نموت انا على البقلاوه البقلاوه نموت عليها. شكون اللي دارها هذه المره؟ والله غير اكثر ما داروش بقلاوه مي داروا حاجه واحده اخرى تاع الحلوه نعم. دوك داروا كيما نقول لك البنيون بنيون اللي يقولوا البنيون البنيون هذه دارته بنتي أنا يسمع أنا يتعلم لا لا دير الكاتوات لا لا طيب لا لا طيب ولا ما شاء الله ما شاء الله كما قلوا ليك شحال عمرها أنا راهي دوكا 21 سنة ما شاء الله الله يبارك نوجه لها تحية الله يبارك لينا الاثنين أكيد نوجه لهم لينا تعاون صحة لها خير ربي يحفظها ربي يحفظها. طيب أعود إليك يا عائشة من خلال خلينا نتحدث على التجربة الأخيرة اللي عملتيها اللي كانت كاميرا كاشي عرسي أنولي فوالا اللي أحدثت نقدر نقول أحدثت ضجة بين مؤيد للفكرة وبين رافضها كيف تفسرين ذلك؟
في كل حاجه كاين انتقاد، ينتقدوا. نعم. انتقدونا على العرسان اللي جاونا، قال لك كيف يجي بيماه يتمسخر بيماه. نعم. ما كاش ابن يحب الشر ليماه. حنا كي نجيبو لي كومبليس نجيبو هاو يكون كومبليس باباه، يكون كومبليس، تكون كومبليس يماه، تكون يكون كومبليس خوه، صافي غير اللي يحبو هذيك الام. مناش راح نجيبو براويه اللي ما يحبلهاش الخير. وقبل ما نجيبو هذيك الام نسقسو الابن اسك عندها لاتونسيون، اسك عندها القلب، اسك عندها السكر، باش نعرفو نتعاملو معاها. نعم. انا اللي تكون نورمال شغل نطاكينيها بالبزاف، نعرفها نطاكينيها نغزلها نحوزها دايوغ راكو شفتو. نعم. سامحوني الله غالب. نعم. جيتي ميشانت. شفنا الوجه الاخر لعائشه، ولكن قبل ما نوصلوا لهذه الفكره عائشه، اذا ممكن تقولي لنا انه لانه احنا كمجتمع ما زلنا مجتمع محافظ، يعني شاء من شاء وابى من ابى. المجتمع الجزائري عنده يعني حدود عنده. طيب انت لعبتي دور ام العروس التي تزوج ابنتها بدون حضور عائلة الزوج، متفقين على الفكرة؟ نعم. من أين استوحيتم هذه الفكرة؟ يعني خاصة أنه نقول بأنه مجتمعنا مجتمع محافظ، كيفاش أسرة تزوج بنتها الشخص بدون الوالدين ديالو؟ هل هذه الفكرة موجودة يعني وقعت؟ وقعت، كاين بزاف ناس اللي كي تلاقوا بيا قالوا لي هاد الشيء اللي احنا ونا باسي ان ميساج، بعتنا رسالة. نعم. كاين دراري لي زوجو بلا رضا يتوالديهم. علاه عائشة؟ لماذا؟ كاين الأم بالك اللي ما تقبلش، ما تحبش. لا هذه الفكرة موجودة، كاين صح موجودة. حقيقة أمهات ربما ما تقبلش وليدها يزوج مع ذاك. نعم. حنا ماذا بينا، حنا ونا باسي أن ميساج. نعم. ما تدير حتى حاجة بلا رضا يتوالديك. نعم نعم. لازم يكونوا راضيين والديك، خاطش ما كاش ام تحب الشر لوليدها ولا تحب له. كاين اللي زوجوا وما عاشوش مليح، ما رضاوش والديهم. احنا هذه هي الفكره. بون جات من عند نجم الكاميرا كاشي سليم. نعم. حليموش. نعم. اللي نحييه بالمناسبه، هو اللي لو كونسيبت تاعو. نعم. الفكره يعني ربما جديده على مجتمعنا على بها. قلت لك هل هي فعلا موجوده؟ طيب نعود لك استاذ امير. نعم. في انك جسدت دور الاب في مسلسل بنت البلاد. نعم. يعني انا نسالك كم كان هذا الدور قريبا اليك كاب لابنتين انايس ولينا؟ شوفي هي مع الاول نهار تقولي باش ندير كاستين. نعم. عطاوني كبون درت كاستينغ. كي درت كاستينغ تاع الدور صغير، كي اديت هذاك الكاستينغ هذاك المخرج شاف اللي عندي امكانيات اللي نقدر نادي دور كبير على هذا. نعم. قعدت ثلاث ايام زقالي هدرت مع المخرج، قال لي امير، قال لي فوالا، قال لي زقيت لك باش نقول لك باللي راني شفت باللي الكاستينغ تاعك راه نجح. شغل عطينا لك الاب تاع روزا. قال لي كيعطيك السيناريو، والسيناريو سي باش تدخل فيه باش اكزاكتو ما تعرف المحتوى تاعو باش تلعب الدور. انا كي قريت السيناريو هي باينه اب يحب بنته. نعم. نعم. وانا يا رب باش نقول لك باللي شغل ما خدمتش عليه، خدمت عليه. مي شغل كي كنت نلعب في هذاك الدور هذاك صح، الاب الحنون. نعم. الاب المتفهم. المتفهم. نعم. اللي قبل يزوج بنته بلا ما تعرف مرته. اللي شغل هي مومو، شغل هي مومو عينيه. شغل ما يقدرش يقول لها لا. نعم. صافي دير كي دخلت انا وثاني مام كي كنت نلعب في هذاك الدور اديته، شغل حسيته ما شاء الله. شغل كل اللي راني صح مع بنتي يعني. عاشوا ديجا مام كاين عباد اللي نتلاقى معهم صحابي كاع قالوا لي يا امير، قالوا لي شغل الشخصيه هذيك اللي لعبتها خرجت عليك. وما كانش هناك تصنع يعني من خلال حتى لما شفت الاصداء، يعني انا تابعت بعض التعليقات قالوا بانه ما تصنعش في تمثيله للدور. لذلك انا قلت لك بانه هل عشت الدور؟ يعني هل تذكرت في لحظات ربما هي انايس او لينا؟ يعني هذيك شي سيري سيتان باسكو لا غوك حاجه كممثل. نعم. وكممثل صح واسمه مسرحي. هي كاين تقنيات، هي ما لازمش وجهك تكسروا باش لازم تبين بلي راك تبكي.
ولا لازم ترفض صوتك باللي راك تعيط ولا بالك تشوتك شغل تدير حزين باللي راك حدار. كاين تقنيات ما من هضره كي تكون تهضر تهضرها لازم اول حاجه لازم المشاهد يحسها ماشي برك تقولها لازم تتمد ان ميساج ولو ميساج سي كوا سي كو دائما يقول لك الطفله دائما حنينه مع باباها على باباها هذا صديقه ابيها سي بور سا انايا كي لعبت كي كنت نلعب في الشخصيه هذه انا تقمصت الشخصيه دخلت نضحت هو الشخصيه باللي هذيك انا كي كان يتورني ويقول لي كي يقول اكسيون انا كنت ما كنتش نمثل انا كنت نعيش يعني عشت انا عشت اللقطه وكاع اللقطات اللي لعبتهم كاع عشتهم شغل عشتهم بصح واش مؤقتا يعني ماشي باسكو يقول لك في التمثيل كاين بزاف اللي يتاثر بزاف باسكو الا دخل فيه شخصيه ودومتها معاها وتخرج معاها تولي تعيش معاك ويا كاين تقنيات بس كي تكون في شخصيه وتخرج منها هاك خلعتني امير هاك صافي الشخصيه تاع قبيحه كيفاه ندير انا باش نخرج انا قلت لك كيفاه راح نخرج نقول لك عائشه يعطيك الصحه كيفاه نخرج على كل حال على كل حال عائشة الوالد تاعها انا شو الفاميليا لا شو الفاميليا تعرفهم بكري انا كما نقولوا واسمو امين محمد الله يطول عمره ان شاء الله تحيه منا على كل حال حلف فيا لا قبل يقول لي جوز ملي كنت نقولوا التحيه نقولوا له صحه عيدك ملي كان في عمري شفتو وقيله 50 ولا 10 سنين وانا نعرفه نعم وهذه هذه الاعوام تاع الثمانينات في الثمانينات ما مخو سيد احمد احمد ما مخو احمد حماني واش كان يغني في زيرار داف صاب لو دور لا لا ما شاء الله نعم ما شاء الله ما تحفظ له هكذا اغنيه اصيله هي على كل حال عنده بزاف الاغاني هي الاغنيه الخالده اخواني لا تنسوا الشهداء ونحن ابدا لن ننساهم هم شهداء الوطن الذين ماتوا وضحوا من اجل هذا الوطن لاجل ان نعيش نحن في كنف الحريه والسلام اذا يعني انا الحوار ياخذني لما يكون صبري وحماسي اكيد نبقى في اجواء العيد يعني نبقى معك استاذ امير قل لي شنو ربما الجزئيه اللي مثلتها واثرت فيك حقيقه المشهد خليني نقول اللي ربما تعيده مره واثنين وثلاثه واربعه ومئات المرات ولا تمل منه مسح واش من في مسلسل بنت البلاد بنت البلاد. يعني دائما في دور الاب شوفي الحاجه اللي مشيت شغل قاستني هي نهار كي طلعت عند بنتي لا وشغل كان لقيتها تبكي انا ما نكذبش عليك انا جاتني الدمعه شغل كنت حنخرجها ومن بعد شغل ديجا مام كي تشوف في اللقطه تشوف كيفاش كنت نهضر معها تاثرت باسكو انا باسكو شغل كلي طلعت عند بنتي شغل باش نقولها يا بنتي نديك كيما اعطيتك بالقلب الصافي ماذا بيا نديك ما نخليكش تسوفري لهنايا هذيك هي الحاجه اللي تاثرت بها وثاني كاين حاجه اللي فريمون ماشي قاستنيش ولا حسيتها كي كنت نفس الوقت وصيتها بالصبر ايه قلت لها صبري نو يعني هي واش هي كي مام سقساتني على يماها كي سقساتني على يماها واش قلت لها؟ قلت لها يما كيزعف انا عليك على بها ما طلعتش صافي هي ثاني مام دارت وبكات شغل بكات شغل ما حملت تاثرت يعني تاثرت بزاف ولو انه اسمها في الفيلم ما كانش اسم جزائري روزا رغم انه النسخه قلنا بانها نسخه تركيه ومترجمه لكن لماذا لم يتم تغيير الاسماء؟ لماذا خلوا ربما احتفظوا باسم روزا؟ على ما جابوش اسم جزائري؟ لا هي على كل حال وعايشه في الغربه نو هي على كل حال صح هي فيلم مقتبس من مسلسل نسخه تركيه نعم بصح المحتوى تاعها جزائري بنكهه جزائريه نكهه ولمسه جزائريه لمسه بس لو كان تشوفي الاستوار ماشي كيف كما راك تشوفيه كما نقولوا في المسلسل تاع التركي يعني كان تم فيه تغيير بعد يعطيك الصحه نعم. هي كما نقولوا اعطوا لمسه على شغل باش يورولك الثوره كما نقولوا التراث والتقاليد الجزائريه نعم كيفاش هما وكيفاش عايشين حنايا كما نقولوا في الدومين كما نقولوا تاع الرفاهيه وشوف كما نقولوا تاع الاصاله الجزائريه
ويعني بنتي مالغري تزوجت مع واحد اللي هو عايش كيما هذا الثلث الغالي هذايا ديجا هو قالها شوفي كي راكي حتجي لعندي ما تقوليش باللي كيما راكي عايشه في الطليان. نعم كاين اختلاف. كاين اختلاف. نعم كاين اختلاف. طيب استاذ امير نبقاو في نفس الفكره يعني كفنان وكاستاذ بالمسرح وبعجاله لانه الوقت يسرقنا. يعني هناك انتقادات وجهت لبعض المضامين وكذلك الأعمال اللي خليني نقول وصلت إلى أروقة سلطة الضبط، لماذا برأيكم؟ كيفاش بار إكزومبل؟ كاين أعمال وصلت إلى أروقة سلطة الضبط، نعم. شوفي واش حاب نقول لك، دوك على كل حال حنايا كما قلتي أنت يا قبيلات، حنايا رانا في بلاد محافظة. عبالك كاين حوايج اللي تقدري ديريهم، كاين حوايج اللي ما تقدريش ديريهم. ما ينجازوش. ما تقدريش. الرسالة وصلت عائشة. أكيد يعني أنت قلت فكرة، إحنا فعلا مجتمع محافظ خاصة في شهر رمضان تجتمع العائلة من أجل مشاهدة هذه البرامج، وكأنه شهر رمضان هو اللي لم شمل العائلة إلى العيد. كيف تقيمين ربما هذه الأعمال، ويعني هل ترين بأنها كانت في مستوى تطلعات العائلة الجزائرية؟ كاين برامج من مبارك. نعم نعم. طيب لو قلت لكم ترشحوا عمل يكون الأول، عائشة واش ترشحي كعمل تقولي بأنه هذا نرشحه أنه يكون في المرتبة الأولى؟ ما نقدرش نرشح باسك ما نكذبش عليك، ما شفتش كامل الأعمال. نعم ما شفتش كاع الأعمال. طيب كما العمل تاع امير بالسيف عليا شفتو سيتي فورميداب، عجبني بالبزاف. نعم اخير مسلسل على كل حال كيف نقولها باش على بالي بلي الوقت ما يكفيش. نعم انا نقول بنت البلاد مالغي لعبت فيها انايا ماشي كفخاره ولا بنت البلاد. نعم. شفت البرامج الاخرين يعني ترشح مسلسل بنت البلاد. نرشح انا كما قولوا بنت البلاد الاول. طيب كسؤال اخير للختام لانه الوقت فعلا سرقنا، شفنا بانه مسلسل عاشور العاشر غاب. بالمناسبه فقط نوجه تحيه من هذا المنبر للفنان العملاق الجزائري، طبعا يمثل الفن الجزائري واللي راه مريض الان، نتمنى كل الشفاء يا رب من قلوبنا. الفنان جروت نعم سويلح يعني معروف بسويلح الذي غاب يعني عن الشاشة الجزائرية، يعني حقيقة نتمنى له من هذا المنبر منبر السلام الشفاء العاجل وأن يعود إلى أرض الوطن عودة ميمونة يعني حقيقة. ونطلب إن شاء الله يعود بصحة جيدة وإن شاء الله يكون لي الشرف نتعامل معه يا رب. يعني يا رب. نعم غيابه عن الشاشة بالنسبة للمشهد الفني في الجزائر، هل أثر غيابه في المشهد الفني؟ ده صحيح أثر، بس كما واسمه كما هاد الممثلين هما عمالقة من عمالقة التمثيل. نعم. هو كما عثمان علي وات. نعم. عندك تانيك أقومي. أقومي تانيك خارج من المسرح عمالقة الفن. عندك حكيم زلهم. عندك تانيك شكون بون كاين اللي توفى مسكين اللي لعب في عاشور العاشر. نعم هذاك. كاين واسمه نعمان. نعم اسماء مدني نعمان. كاين بزاف قائمه طويله. هذيك صح. دوك انا ما نقدرش نقول لك اختي امينه اللي ما كاش عندنا فنانين. وثاني كاين ندير رساله انا برك صغيره برك. تفضل وبعجاله. انا نعطيها كنختمها. انا ماذا بيا شوف يشوفوا اللي جون هذوما اللي عندهم مواهب وهذو اللي جون اللي راهم طالعين اللي حابين يمثلوا. بارك الله فيك. شوف مدوا لهم لوكازيون. واخر كلمه تاعي يعني ما تقولوش المؤثرين هادو معلاه راهم يلعبوا في بلاصتنا، باسكو كو راهم ديالكو ديروا كاستينغ ما راكوش تعطوا لهم لوكازيون باش يلعبوا. تاع الصح هما شراو تليفون داروا فيديو بعتوه، شافوا منتج شافوا مخرج عجب المحتوى جابوا. على بالي باللي المحتوى ما يافونسيش، مي هادو اليوم يديروا تانيك لي زانفلونسور
انا نقول لهم ديروا المسرح باش تزيدوا تقراوا. يعني انت مع التكوين؟ انا مع التكوين، انا مع التكوين. انا واحد اللي عنده موهبه، الموهبه ما لا بد ان تسقل، موهبه ما تكفيش، موهبه ما تكفيش وحدها، لازم لها كما نقولوا اتقان. دراسه. الكلمه الاخيره للعيد وللعائله الكريمه، نوجه لهم تحيه. انا واش نقول؟ الزوجه الكريمه والوالده، لانه على بالي بلي شحال تعلق بالوالده ديالك. اكيد انا بزاف متعلق بزاف بالوالده. الوالده هذيك يا عيني، واش انا واش نقول لك؟ ان شاء الله ما كاش غادي ما يحبش يمه. اكيد ويقول لك ان الجنه تحت اقدام الامهات. سي نورمال. امك ثم امك ثم امك ثم ابوك. اكيد. انا واش نقول؟ نقول لكم صحايتكم، عيدكم مبارك، ويعطيك الصحه اختي امينه على هاد العراض هذه. ثاني كانت تلاقيت مع اختي عيشه اللي عندي بزاف ما شفتهاش، ونسلم على العائله ديالي الصغيره والكبيره، وثاني المرت خويا ولادو. نعم. ولا فامي اميشي كاع، وصحابي اللي يخدموا معايا وفي الدومين تاع التمثيل. نقول لك بارك الله فيكم، ان شاء الله نتلاقاو في حاجه واحده اخرى ان شاء الله. باذن الله. باذن الله. شكرا جزيلا لك فنانة واستاذنا. الله يسلمك. امير عائشه. عائشة. نعم حبيبتي. نعم كلمه اخيره بمناسبه العيد، ووجهي تحيه، نوجه تحيه لبناتك عائشه كامل، بناتك الزوج. ذكريني فقط بالاسماء باش ما اسماء. ريان، مايا. كنت معايا اخر مره. مايا ويداد. مايا مايا مايا، نوجه لك تحيه كبيره. عائشه. عائشه. نقول لكم صحايتكم. والصغير احمد. احمد. نعم. عاشت الاسامي وربي يحفظهم لك يا عايشك. تحيه. نعم. تحيه ليك والاخ امير. راني فرحانه بزاف بزاف لاني متواجده معكم، ونشكرك على هذه الدعوه. ونقول صحة عيد كل عائله دحماني، عائله سعيداني، عائله مانيش، عائله سليم، وكاع المسلمين. أكيد. يا رب يحفظك. وصلت. اذا شكرا لكم مره اخرى. شكرا لك. مشاهدينا نتوقف عند فاصل اخر، وصباح العيد لا يزال متواصل، ابقوا معنا.